السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد. كيف كتشوف اخواني امامكم ماروك فورس امبلوا ريكريت دي زاجون لوجيستيك دو بيتون سور كازابلانكا، سالير ما بين 4000 حتى 6000 درهم شهريا. اذا اخواني بالنسبة لهذا العمل هذا اللي غتخدموا في المجال ديال الترونسبور لوجيستيك، اللي هما طالبين وكلاء ديال الخدمات اللوجستية في مدينة الدار البيضاء، يعني غتخدموا كدي زاجون لوجيستيك. اذا اخواني بالنسبه للميسيون المهام او لا ريسبونسابيلتي دو بوست، يعني المسؤوليات ديال هذا البوست هذا، يمكن لكم انكم تقراو هاد المهام هادو، توقفوا الفيديو وتقراو هاد المعلومات هادو كديز، يعني اكوي بوانتاجي اريفاجي فيريفيكاسيون دي ديكلاراسيون، يعني كل ما له علاقه مع لوجيستيك و ترونسبور، يعني تكونوا كمسؤولين على لوجيستيك و ترونسبور. اذا بالنسبه اخواني المهام هادو غادي نشوفوا الان بالنسبه لي بروفيل ريشيرشي، يعني اشنو هما لي ديبلوم واشنو هما ليكسبيريونس تكون عندك، يعني كشخص غادي يخدم في هذا المجال ديال كدي زاجون لوجيستيك. اذا اول شيء تكون عندك افي ولا فوزافي ان باك بلس 2 في اون لوجيستيك، فوزافي اون اكسبيريونس ريوسي اون طون ك اجون دو يعني لوجيستيك، نيفو دو فورماسيون باك بلس 2، وكذلك الكريتير دو لانس بور لو بوست اجون دو لوجيستيك ميتيي ترونسبور لوجيستيك في السيكتور داكتيفيتي، يعني السيكتور ديال ترونسبور لوجيستيك سيرفيس بوست، يعني تكون عندك باك بلس 2 في لوجيستيك، يعني كل ما له علاقه مع لوجيستيك وترونسبور دفع لهذا العمل هذا اخواني اللي غادي تخدم في مدينه الدار البيضاء بالصالير اللي هو كيتراوح ما بين 4000 درهم حتى 6000 درهم شهريا. وبالنسبه اخواني النيفو ديال الاكسبيريونس اللي هما طالبينهم في هذا العمل هذا، طالبين ما بين عام حتى 3 سنين في هذا المجال ديال لو ترونسبور او لوجيستيك. بالنسبه كذلك للغه، طالبين اللغه الفرنسيه والمكان ولا المدينه اللي غتخدموا فيها مدينه الدار البيضاء. اذا بدون المعلومات اخواني، هذا هو البروفايل اللي خصك انك يكون عندك، يعني باك بلس 2، يكون عندك بكالوريا زائد سنتين، يكون عندك شهاده في يعني اللوجيستيك اللي كتكون فيها يعني عندها علاقه مع الترونسبور او لوجيستيك، تكون عندك هذه الشهاده هذه، وكذلك تكون عندك واحد ليكسبيريونس في هذا المجال كوكيل الخدمات اللوجستيه، كوكيل الخدمات اللوجستيه. والوثائق اللي غادي توجد اخواني انك تصوب واحد السي في، يكون سي في خاص يعني يكون فيه المعلومات ديالك والشواهد ديالك والتجربه ديالك المهنيه، وكذلك دير واحد يعني تاخذ هذا البكالوريا ديالك وكذلك الدبلوم ديالك وتسكانيهم سو فورم ديال بي دي اف وترسلهم اخواني في هذا المايل اللي هو c.kaza@forceemploi.com، يعني هذا هو الايميل اللي غترسل فيه المعلومات ديالك يعني مترشح لهذا العمل هذا اللي غادي تخدم كاجون لوجيستيك، يعني كوكيل ديال الخدمات اللوجستيه في مدينه الدار البيضاء. غترسل المعلومات ديالك الوثائق ديالك في هذا الايميل هذا c.kaza@forceemploi.com. كنتمنى لكم اخواني التوفيق، ما تنساو تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.